رائحة واحدة خير. مر سليمان بن داود عليه السلام بحراث فقال: لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. فنزل ومشى إلى الحراث وقال: إنما مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه. ثم قال: لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتي آل داود، لأن ثواب تسبيحة يبقى وملك سليمان يفنى.